صباح الخير، عساكم خير بصحة وعافية. بداية يوم الخامس، مخيمين أمس بالليل في جبل سمحان، الجو بارد جدا. أتوقع الحين الساعة 7 الصبح كانت 17 درجة. خلينا نشيك مع بعض نشوف. سبعة عشر. نقوم نشوف كيف المنظر. كارو، صباح الخير. أنا بداية يومي دائماً تكون بنفس الطريقة، ترحيب حار من رفيق الدرب كارو، ومن بعدها نتمشى شوي ونشوف وين خيمنا أمس بالليل. طبعاً هذه كانت المحطة الرابعة لنا خلال رحلة عبور عمان، بديناها من مسقط وحالياً واصلين إلى أحد أجمل المناظر في محافظة ظفار، قمة جبل سمحان. قافلتنا بعدها ما مكتملة، محمود وعلي انضموا للقافلة في شربثات، واليوم متوقعين ان الشباب الكويت مشعل ومشاري ومعهم ابو عون وعمرو راح يوصلوا باذن الله. المنظر طبعا شيء خيالي. الحرارة وصلت 14.9 بالليل، على منطقة برد يعني برد. من وجهة نظري الأكل يلعب دور كبير في نوعية الرحلة، وأنا بصراحة مدلع نفسي. طبعا أول واحد أقوم الصبح، فدائما أنا اللي أعمل الريوق عادة. anyway، بيض عيون مع سوسيجز مع بينز مع هذا المنظر، والدنيا حلوة. breakfast. Nice breakfast, nice music, nice view. ويعني أقول يعني أوكي كامبني، أوكي ما نمشي حالك. خلوني أعرفكم على موقع التخييم الرابع، جبل سمحان. جبل سمحان يعتبر من أحد أهم السلاسل الجبلية الواقعة في محافظة ظفار. أقصى ارتفاع لهذا الجبل 2100 متر تقريبا، وطبعا فيه العديد من السهول والعديد من الممرات العميقة والضيقة نفس الوقت، يعني مكان صراحة للمغامرة شيء خيالي. والمناظر هنا رهيبة رهيبة، مخيم أنت فوق السحاب، شيء خيالي. وسهول جبل سمحان تحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات المتفرقة، طبعا منها أشجار السمر أو اللبان، وغير كذا فيها حيوانات كثيرة أيضا، ومنها طبعا الغزال العربي والثعلب والوعل. وطبعا يعيش على هذا الجبل أعداد قليلة من النمور العربية أيضا، والتي تمكنت من التكييف مع ظروف العيش المميز على هذا الجبل الرهيب. وصل الشباب من الكويت، سياراتهم هناك بعيد. اخيرا وصلوا. جنتل كارو وصلوا اخيرا واخيرا. والله اذوني يسالوني عنك، شلونك؟ شلون الاخبار؟ الله يسلمك. كيف امورك؟ وصلتوا؟ وصلنا ربك. شلونكم؟ يسالوني عن الكويتين. الكويت كلها موجودة، الكويت كلها موجودة. وايد مشتاقين حق العمانيين. كيف كان كيف؟ وهذا ابو عون ومعاه من؟ معاه مشاري. السلام عليكم. واخيرا وصلتوا. وصلنا الحمد لله.
وصلكم والله. وصلوا حبيب شلونك؟ اخبارك؟ وصلتوا؟ سلامات يا اخي. والله شو تسوي؟ ما تري الكروزر ما تري تتصلح؟ لا مو راضي. زعلانه شكلها والله. اقول لك واخيرا اكتملت القافله بوصول مشعل ومشاري من كويت اولترين وابو عون وطبعا المبدع عمرو. جو جبل سمحان رهيب وما كان ودنا ننزل، لكن كالعاده كان عندنا جدول فتحركنا، وهذه المره النزول كان على الدراجه الكهربائيه تلهيكا، وبنزل من جبل سمحان عليها. هذه الفكره. نشوف علي بيسوق سياره، كارو بيكون معاه، الامور طيبه ان شاء الله. تجيني أسئلة كثيرة عن هذه الدراجة. هذه الدراجة دراجة كهربائية اسمها تلاريا ستينج، من صناعة شركة صينية لها سنين طويلة وعريضة في تصنيع الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية. المهم هذه الدراجة طبعا صارت جزء كبير من رحلاتنا لأنها خفيفة جدا، فسهل أنك تخليها على السيارة. البطارية تدوم معك تقريبا 100 كيلو، أقصى سرعة تقريبا 80 كيلو، والدراجة مصنوعة أنكم تستخدموها أوف رود، يعني بدل YZ450 والدراجات هذه اللي لازم تحطوا فيها بترول، هذه كهربائية وتاخذكم أي مكان تريدوا تروحوا. طبعا أنا نزلت على هذه الدراجة من أعلى مكان يمكن تخيم فيه، جبل سمحان، والرايد كان رهيب. ما شاء الله سيارتك حلوة يا أخي. النزول من أعلى جبل سمحان على هذه الدراجة الكهربائية كانت تجربة فريدة بصراحة، وصلالة شوارعها جدا جميلة أنكم تيجوا بدراجاتكم وتستكشفوا المكان. المهم واجهتنا كانت إلى كهف طيق، شوفوا المنظر. واصلين كهف. انا كنت على الدراجه صراحه، الرايد كان ابيك، ما اعرف الكاميرا ما كان فيها بطاريه، هل تصور هل سوى، بس المهم هذه الجماعه من ساعه ينتظروا. ايش هذه بعون شاحلنا الموضوع شوي كارو باك؟ هذا يسموه كهف طيق، هذا فرق الهريسين وايام مكونه يقول لك انترس هذا كامل فل، هذا اللي كان بو متروس فل ماي. ايوه ما شفت واحد يسبح فيه. ايوه هذاك انا ما شاء الله. سمعتوا شباب؟ خلوكم من أبو عون، بس يعتبر كهف طيق في سلطنة عمان من إحدى أهم المعالم السياحية التابعة لولاية مرباط بمحافظة ظفار، وأهم معلومة إنها من أكبر الكهوف المصنفة على مستوى العالم. طبعاً أنت ما أول مرة تزور صح المكان؟ مكان بلا، هذا أول مرة. أول مرة وحتى جبل سمحان أول مرة أزوره. على كثر ما أي صرالة ولا مرة ضابط معي إن أي أصعدك المرة، سبحان الله ضابط. هذا الإنسان زائر أماكن أكثر من معظم العمانيين اللي أعرفهم، سبحان الله يا عيني والله. طبعا كهف طيق أحد المعالم السياحية الموجودة في صلالة، وخلال تغطيتي لرحلة عبور عمان راح تتعرفوا على مناظر ومناطق خيالية بصراحة. أتمنى أن تعجبكم الحلقات، وأتمنى أنكم تعملوا لايك شير وسبسكرايب. المهم واجهتنا الجاية كانت وادي دربات، والطريق لوادي دربات خيالي. واصلين وادي دربات، الشباب نزلوا يشوفوا الشلالات، انا قلت شويه امشي كارو، ما اريد اخذه هناك من كثير ناس، معنا الناس يحبوه بس ناس كثار كثار يعني، فبمشي شويه برجع السياره طبعا بروح. في وادي دربات وعندهم قوارب نزهة تطلع فيها في البحيرة،
المكان جدا جميل طبعا. مشيت كارو والحين ارجع للشباب ندور عليهم. انا تو جاي. طبعا هذيلة شلالات وادي دربات. حس نفسك كذا فيلم في النروي ولا سبحان ربك. سويسرة العرب. سويسرة العرب. سويسرة العرب. سويسرة العرب. نعم. وادي دربات يقع في ولاية طاقب محافظة ظفار، ويعد حديقة طبيعية تحوي شلالات وبحيرات وجبال وكهوف وأشياء كثيرة صراحة، مناظر خيالية في هذا المكان. وطبعا أيضا هناك شلال موسمي بتعرفوا عليه بعد شوية، بس شوفوا المنظر. ابو عون هلا ابوي. متسبح هنا بعد؟ انا لا يا اخي، لانه ما عميق وايد، ما اتسبح غير في العمق، تعرف؟ بعدين انا ما وايد مستهويني هذا، مستهويني البركه الكبير، شايف كهف فوق اللي خبرتك عنه؟ هذا خلصنا من دربات. نكست. ما عندي فكره وين. طبعا ما خلصنا من دربات لان حديقة وادي دربات فيها تطورات كثيرة صارت، والمكان صار كبير كثير. رحنا للموقع الثاني. وادي دربات. تمام. يعني هذه المرة أشوفنا في تغييرات كثيرة، يعني صراحة حديقة وادي دربات جميلة جدا، فيها ألعاب للأطفال، فيها قوارب، فيها يعني فيها entertainment which is good which is what we need. جوعانين شباب؟ جوعانين؟ زين، هذا وين يروح؟ هذا يروح، ما يروح مكان، ما جابك ما عنده بتروح. نتغشى هيا شكله، مع علي جعفر طول الوقت بس تتغشى تراك، ماشي، ماشي بس تتغشى، صار لي أربعة أيام وأنا أتغشى، بس. كيف علي شيء غدا؟ ماشي غدا، على الوقت وقت لازم نوصل، ماشي غدا، ماشي غدا، بس. روح روح بس. شربت؟ خلصت؟ ولا بعدك؟ عطشان يا رجال، ركض واجد. شفتوا وادي دربات من فوق من عند الشلالات، الحين راح ننزل للموقع اللي يربط الوادي بالبحر. بوعون اي شلال هذا؟ هذا الشلال اللي جاي من دربات من فوق. هذا كنت اسمع فيه لانه فيه نسبة ملوحة كلس كلسية تفيد الجلد، جدا مفيد هذا صحي. يوميات بوعون نفس الدبي نفس لون الماي خيالي صراحة.
ابو عباس يقول انه زار المكان اكثر من مره بس لون المي ما كان كذا ونسبه المي ايضا ما كانت لهالدرجه. يبانا ننزل. يبينا نروح لتحت. يبينا. إذا حاسين أن هذا المنظر خيالي بعد ما طيرت الدرون المنظر ولا أروع. وهذا شلال وادي ذربات، طبعا هذا شلال موسمي ويبلغ ارتفاعه 100 متر، شيء خيالي. كملنا مشوارنا الأول، رحنا إلى كهفتين، رحنا إلى وادي دربات، شلالات وادي دربات. طبعا الحين جوعانين، جاينا وين؟ ميتين. صلالة معروفة بمطاعمها الحلوة، خاصة المطاعم اللي موجودة عند سهل إيتي. اتجهنا عشان ناخذ لنا بعض المطاعم. صراحة because here is a mess يعني والله درون على ملابس على لوندري بعد ورانا سوالف اليوم. اليوم طبعا ما مخيمين، خيمنا 4 أيام تقريبا، 5 أيام 4 أيام نضيع الوقت. المهم اليوم ننتقل للشقة شوي نريح ندلع نفسنا. كسر والله. راسلني الحين يقول علي بناكل هنا ولا بنروح فوق؟ سؤال يعني ما قلت شيء من امس بقول بناخذ بنروح فوق. قول اسف. هذا اسف. جوعان يعني والله. هذا ما يخلينا ناكل. ما اعرف ايش مشكلته هذا المخلوق. ما يسمع. واحد بن عامر خير. صلالة سر صلالة كثير من الشباب يقول ان سرها اللحم. ايش سر اللحم في صلالة؟ هو على حسب جمال الجمال. اوكي. الجمل هذا صحي بعد نفس هذا بوش معي. ايوه. اكثر شيء مال الجمل عندهم سبب السر. ايش ايش السر ان اللحم كذا
طيب يعني طعمه ضيق. آه لأن الطريقة اللي يطبخ بيها على الفحم هي السبب السر صلالة. طبعا صلالة فيها أسرار كثيرة، خليكم متابعين للحلقة الجاية إن شاء الله، راح ننزلها الأسبوع الجاي، ولا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب and keep exploring.